طبعا بما ان للاسف في ناس بتاخد مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار اللي عليها كمصادر ومرجعيه، فمن فتره خرجت اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تتكلم عن الغاء كارت المعاش، والبعض كتب اعملوا الفيزا قبل ما يتم الغاء كارت القبض، وقالوا كمان انه هيتم وقف صرف المعاش. ايه صحه الكلام ده؟ هنعرف تفاصيل دي بالظبط من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا، صباح الخير استاذه جمانه، وصباح الخير على مشاهدينك الكرام. اهلا بيك فندم. يعني مبدئيا عايز اعرف من حضرتك مدى صحه الكلام ده. هو طبعا لازم لما نيجي نعمل حاجه كويسه في ناس تقوم جاريه وعامله عليها شويه لغط ويخوفوا اصحاب المعاشات وحاجات زي الكلام. فيه جزء صح وجزء غلط. الجزء الصح لو يعني اسمحي لي اشرح الموضوع. يا ريت، اتفضل. كارت المعاشات اللي موجود حاليا في ايد اصحاب المعاشات والمستحقين هو كارت يستخدم في عمليه السحب النقدي فقط. ملوش اي استخدام اخر. لازم يروح بيه لمنفذ الصرف او يروح لمكتب البريد او بعض ماكينات الاي تي ام اللي مكتوب عليها 123 ويسحب بيه المعاش بتاعه. اكثر من كده مفيش. طبعا في اطار خطه الدوله للشمول المالي، واحنا حبينا ان احنا نضيف مزايا لاصحاب المعاشات. نعمل ايه؟ ففي عندنا كارت بتاع ميزه. الكارت ده يعامل صاحبه معامله اللي عنده حساب في البنك، يعني يقدر يعمل ايداع نقدي من اي ماكينه، يقدر يسحب، يقدر يشتري بيه من اي تاجر او من اي مول، من اي جهه تجاريه، يشتري بيه مشتريات بتاعته، يسدد بيه الفواتير الحكوميه. فاحنا التوجه بتاعنا ان احنا هنحول المعاشات ده اللي بيستخدم في سحب النقدي فقط الى كارت يشمل جميع الخدمات، زي كارت الفيزا او الكريدت كارد مثلا. يعني هو طبعا ده ضمن مبادره الشمول المالي. كارت ميزه من الكروت اللي بتحمل علامه القبول للشبكه الوطنيه. الاستفاده اللي هتعود على صاحب المعاش انه خلاص اصبح عنده حساب سواء في البنوك او في البريد. الحساب ده ممكن ياخد عليه فايده يوم بيوم. يعني بالمناسبه دي انا بشكر الدكتور شريف فؤاد رئيس الهيئه القوميه للبريد، التعاون على اقصى درجه معانا. طبعا المعاش بتاع الناس اللي هيتحول، ما فيش حاجه اسمها ان احنا هنوقف معاشات الناس، ما فيش حاجه اسمها كده خالص. لان الاشاعه اللي مشيت بين اصحاب المعاشات الحق غير الكارت اللي في ايدك ده بكارت ميزه لحسن هيوقفوا المعاش في شهر 10. طيب يا فندم ازاي هيتم التحول؟ طيب عشان نطمن الناس، ازاي هيتحول هيتم التحول لكارت ميزه؟ تمام، احنا عندنا في حدود 6.5 مليون واحد معاهم الكارت بتاع الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي اللي هو بيستخدم في عمليه السحب النقديه فقط. ال 6.5 دول احنا عملنا خطه، قلنا اللي هيتربط له معاش جديد، يعني واحد لسه هيخرج على المعاش، مش هطلع له الكارت اللي هو الكارت بتاعنا، لا هنطلع له كارت ميزه. والكارت ده مجانا، لان برضه من ضمن الاشاعه اللي بتقول في 25 جنيه رسم. لا، البطاقه الكارت الذكي ميزه مجانا، الدوله بتدعمه وبيوزع مجانا. البريد اخذ 25 جنيه، دي رسوم فتح حساب وهتودع في حساب الشخص، يعني مش رسوم رايحه عليه. ده مبلغ هيتحط في حسابه. بس حضرتك عارفه لما بنيجي نفتح حساب بيبقى مطلوب ايداع مبلغ نقدي. طبعا مفهوم. حساب طبعا. فاحنا وصلنا مع البريد انه ب 25 جنيه بس يفتح الحساب وال 25. طيب ده يا فندم بالنسبه اللي هيتحول او هيخرج معاش جديد، بالنسبه للناس اللي بتقبض بالفعل المعاشات. بالنسبه لل 6.5 مليون احنا حاطين خطه على مدار 6 شهور ل 8 شهور
يتم تحويل ال 6.5 مليون الى استخدام الكارد ميزه. مفيش حاجه اسمها ان انا هقدر اخلص اصلا، ما عنديش طاقه ان انا اخلص 6.5 مليون واحد في شهر، ويتقال ان احنا هنوقف معاشات الناس في شهر 10. ده كلام فارغ وكلام غير حقيقي بالمره. احنا ماشيين بخطوات مع البريد، مع الهيئه القوميه للبريد، مع مجموعه من البنوك شاركه معانا في المبادره دي لادماج اصحاب المعاشات جوه الحسابات المصرفيه. الخطه دي مداها الزمني 6 شهور. 6 شهور مفيش حد معاشه هيقف. طيب يا فندم، يعني اصحاب المعاشات بيتقدموا بطلب ان هم يحصلوا على كارت ميزه، ولا هيتم الاليه ازاي، وهيتم تسليمهم كروت ميزه ازاي على مدار حتى 6 شهور؟ تمام. اثناء عمليه صرف المعاش احنا بنحدد للهيئه القوميه للبريد، لانها هي متعاونه معانا في الموضوع ده، بنقول له المجموعه دول مطلوب تحويلهم خلال الشهر ده. فبيروح الشخص رايح يقبض معاشه عادي خالص، قبل ما يصرف معاشه بيخش على الشباك بيدفع ال 25 جنيه اللي هتبقى رصيد في حسابه، ما هياش رسوم، انا بس باكد على ده. ياخد كارت ميزه يروح يصرف المعاش بتاعه بالكارت القديم. من الشهر الجديد هيصرف بميزه بكارت ميزه. فاحنا هنقسم 6.5 مليون على 6 شهور ب 8 شهور بالتدريج لمجموعات احنا محددينها للهيئه القوميه للبريد. انا بقول لحضرتك اثناء صرف معاش شهر 9 اللي احنا موجودين فيه ده، انتهينا من 500,000 واحد استخرجنا لهم كارت ميزه. فندم طبعا انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات وكل المعلومات وتوضيح صحه الكلام الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي. كنت حضرتك معانا عبر الهاتف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.